السلام عليكم ليكيب، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم لاباس وتفرجوا في لا فيديو جديده هذه على قناتكم كريموتك. لي اول مره يشوف لاشين تاعنا نقول له مرحبا بك، روح دير ابوني وفعل الجرس. على بالي بلي الامورات هذو واضحين، ما كان لا نتعمقوا فيهم اكثر واكثر. لي من لا فامي دير جام وجيب عبسه تشربها وكمل تفرج هذه لا فيديو. لا فيديو جديده هذه ان شاء الله راح نشوفوا اسعار الهواتف لشهر اوت في الاسواق الجزائريه، وراح نحضروا على حقيقه ارتفاع الاسعار في الاسواق الجزائريه، يعني من الاخر هل الاسعار ارتفعت ام لا في الاسواق الجزائريه، ولا الحكايه هذه كذبه وما الى ذلك. قبل ما نروح نشوفوا لي بري او ليكم لانستان تاعي خاوتي، دخلوا ابونيو فيه تلاو الخاوه، نحتاجكم بزاف باسكو كاين حوايج ما نهضرهمش في لاشين يوتيوب ولا في لي فيديو تاعي، راح نهضرهم في لانستا ونحطهم في لانستا. اما لا تلاو الخاوه الرابط تاعو تلقاو اسفل الفيديو في الديسكريبشن تاع لانستان تاعي. بطبيعه الحال خليونا نروح نشوفوا اول هاتف عندنا، الاوبو A93 النسخه 828 راهي دايره حاليا 41000 دينار جزائري بري شوك الخوا. عندك الهاتف اللي بعده الاوبو A54 464 راهو داير حاليا 31900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الاوبو A53S 428 راهو داير حاليا 32900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا الاوبو A15 راهو داير حاليا 24900 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا الاوبو A15 نفسه ولكن نسخه اخرى 232 راهو داير حاليا 23500 دينار جزائري. نروح نشوفوا ريدمي، اول هاتف عندنا ريدمي نوت 10 5G 464 راهو داير حاليا 39500 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا ريدمي نوت 10 اس 628 راهو داير حاليا 45200 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا ريدمي نوت 464 راهو داير حاليا 27900 دينار جزائري. كي نهضروا على هذا الريدمي والنسخه نتاعو البرين تاعو الخواره والشوك طاح بزاف. نروح نشوفوا الهاتف اللي بعده عندنا ريدمي نفتي 464 راهو داير حاليا 30500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا ريدمي نوت 8 464 راهو داير حاليا 32300 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا ريدمي 8A 464 راهو داير حاليا 21900 دينار جزائري. ننتقل الان للجالاكسي او سامسونج، اول هاتف عندنا الجالاكسي A32 نسخه 828 راهو داير حاليا 47500 دينار جزائري. ايضا البري تاعو شوك الخاوه، وبزاف ناس سقساتني على هذا الهاتف ويحوسوا يعرفوا البري تاعو في الاسواق الجزائريه وما الى ذلك، اذا هاو البري. المهم شوفوا الهاتف اللي بعده عندنا الجالاكسي A12 راهو داير حاليا 29800 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا الجالاكسي F12 464 راهو داير حاليا 27900 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده نفس F12 ولكن نسخه اخرى 428 راهو داير حاليا 29500 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا الجالاكسي A02S 232 راهو داير حاليا 23900 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده نفسه الجالاكسي A02S ولكن نسخه اخرى 232 راهو داير حاليا 25900 دينار جزائري. والهاتف اللي بعده عندنا الجالاكسي M11 332 راهو داير حاليا 23900 دينار جزائري. الهاتف اللي بعده عندنا نوكيا CA16 راهو داير حاليا 14000 دينار جزائري. تابلت سيديا 8 بوس 464 راهي دايره حاليا 14000 دينار جزائري. وعندنا ايضا تابلت سيديا 7 بوس 332 راهي دايره حاليا 12500 دينار جزائري. هذو هما اسعار الهواتف لنهار اليوم او اسعار الهواتف لشهر اوت في الاسواق الجزائريه او في سوق الجزائر. نروحو نحكيو دوكا على قصه ارتفاع اسعار الهواتف في الاسواق الجزائريه، لانه كاين واحد لي باج وكاين بعض اليوتيوبرز يقول لك هم ارتفعوا الاسعار وكذا 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 الخوا. ثم كاين شي ناس كيشوفوا لي فيديو دوك يطيح له المورال، يقول لك انا صاي طفرت فيا، طلعوا لي بري ما نقدرش نشري وكذا وكذا. لا خاوتي انا نطمئنكم، لي بري مازال ما طلعوش. كي طلعوا كي نقول لكم كي يطلعوا يطلعوا بحاجه قليله 50000 ولا ويعاودوا يهبطوا. ثم شغل ما طلعوا ما هبطوا مريقلين كيما نقولوا، يبقاو مستقرين لي بري وما الى ذلك. انا يوميا راني نتبع اسعار الهواتف الذكيه في السوق الجزائريه واش راهي تقول. الاسعار تاع الهواتف راهي مستقره في سوق الجزائر، ما طلعوش الخوا، بالعكس راه كاين تخفيضات
قوة كيما الأوبو هذاك A93 كيما الريدمي 9 كيما الجالاكسي A32 وما إلى ذلك. يعني كاين تخفيضات قوة ودي بري شوك في الأسواق الجزائرية. وملاحظة برك الخوا السعر يختلف من محل إلى محل من ولاية إلى ولاية وما إلى ذلك. واش بغيت نقول لكم من الأخر أسعار الهواتف راهي مستقرة ماهمش مرتفعين الخوا اللي يحب يشري يشري مازال الحال. وهذه هي نشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله لا فامي. تهلاو في رواحكم وسلام.